سجلت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في الهند رقما قياسيا جديدا على مستوى العالم لليوم الثالث على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 346 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتواجه الهند موجة ثانية عاتية من الجائحة تسجل خلالها حالة وفاة كل أربع دقائق. وقد أصدرت بعض المستشفيات بلاغات عامة بنقص الأكسجين الطبي، وهو ما ينذر بحدوث كارثة صحية في البلاد. في هذه الأثناء علق عدد من الدول الرحلات الجوية مع الهند. معنا الآن من نيودلهي مراسلة الجزيرة إليزابيث بورانام. إليزابيث، إلى أين وصلت الجهود في احتواء هذا الموقف المتعلق بالوضع الطبي والصحي في الهند؟ إذن في الوقت الحالي الأولوية تتعلق بكيفية الاعتناء بعدد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأسرة بالمستشفيات والذين يحتاجون إلى الأكسجين في المستشفيات. إذن مع هذه الزيادة المضطردة التي فاقت ما وصلت إليه الموجة الأولى في أوجها والتي وصلت في أسوأ حالتها إلى 100,000 اليوم، إذن وصلنا إلى 346,000. لم يتبقى هناك أسرة في العاصمة وفي الكثير من الولايات، حيث أن هناك نفاد كبير من حيث أسطوانات الأكسجين، والسعي الآن هو كيفية الحصول على المزيد والمزيد من الأسرة، حيث أنه سيتم الاستعانة بالملاعب وعدد من الجهات المختلفة. هناك طائرات يتم الاستعانة بها لجلب أسطوانات الأكسجين. المسألة لا تجري بشكل سريع والناس يموتون بشكل متواصل. هناك 20 شخصا الذين لقوا حتفهم في مستشفى واحد، ويوم الجمعة 24 شخصا كذلك توفوا لنفس الأسباب، ألا وهو نقص الأكسجين. إذا ليس هناك وتيرة سريعة للإفاء بالمتطلبات الموجودة بسبب زيادة عدد الحالات التي تصاب بالفيروس.